سمسم. الرجال ما يبي احد يدري انه بيبيع بيته. كيف؟ لو اعلن ان البيت للبيع بتنزل قيمته. فالرجال ما يبي، هو يبي بيع بس يبي من غير اعلان. ما سكيتي يعني كذا. سكيتي. فاحنا ايش بنسوي؟ احنا بننزل عند الرجال كان احنا بنتقهوى. وانت تاخذ نظره على البيت بس من غير ما يحس الرجال. شوف يا مريضه، خليني اقول لك. ايه؟ انت متورطتي؟ لا ما ورط. من يشهد تورط؟ تذكر سالفة النوري ما تودوني بيتهم؟ ايه انتبه، يصير زي كذا. لا لا لا، النوري ما بيبيع. النوري ايه؟ النوري ما بيبيع بس الرجال بيبيع. وانا بيك يا اخوي سمسم، ابيك تاخذ امتار البيت ومساحة البيت وتفحص لي بنيان البيت شغل عادل ولا مو بشغل عادل من غير ما ينتبه راب. خبال، قل لي انا مخبال. كيف اقدر افحص البيت وهو ما يدري؟ كيف؟ دخل الحوش. لا احنا بندخل نتقهوى عنده، تدري دخوين ونمون عليه بس ما ودنا نجرحه. بالعربي احنا ما ودنا نكشف ان خوينا يبي يبيع البيت. عرفت؟ نبي يعني بس بشوف تحركاتي. ما يخ ما راح ينتبه ان شاء الله. انت تدري لو دار ان احنا جاي لنا مرتضى لا رغبه في البيت، احتمال انه يبيعني يا بنزال عن السوق. وانا ما ابي لا كلش ولا اني اشتري بنزال. انا اشتري بزياده بقيمته عشان خويي ما يتبرر. انت متاكد يا مريض؟ انت اكد قام يا سمسم، بس سوي اللي قلت لك عليه وزين، وان شاء الله اذا شريت لك ساعي مو باثنين ونص المية، 3.5%. اكيد ما تغيرها. لا لا أكيد. ما غيرها ما غير حبيبي. يلا قام قام بابا. اسمع، على ما يطلع الرجال عاين الوجهية حقت البيت، واجهة البيت عاين وجهي. هلا حبيبي. هلا والله، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب. نادبوك نادبوك، خل ابوك يجي. اي نادى نادى حبيبي، الله يعافيك ان شاء الله. شوف البيبان، شوف البيبان سامي، البيبان شو وضعهم؟ البيبان حديد حديد يعني. ايه يهتز ده يهتز عليك. ايه جو 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 جو. حياك الله البسمي، حياك الله. هلا هلا والله. هلا حبيبي، هلا والله، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب والله. قالوا الشباب بدنا نروح نتقهوى. اي والله يم البسمي، قلت الساعة المباركة. نتقهوى بس الساعة المباركة، احنا نبي نتقهوى بس ونمشي يعني. واذا مرتبط انت يا البسمي ولا الوقت غير مناسب نمشي نمشي. ما مرتبط انا والله، بطلع بس يعني. جياتكم بعد هم غريبة يا مريض. لا غريب الا الشيطان. ايش قال اخوي سمسم؟ ان احنا مشتاقين لك. لك كم يوم ما بينت ولا جيت المزرعة ولا دقلنا نجيك. لا لا سمح الله فيك، شاي تبي شاي بعد عمري؟ لا قرر دارك. ما نتصل نتصل لجينا نجي بيت اخونا. ما نقدر نتصل نتصل واحنا بنجي بيت اخونا. ما نتصل ندخل على طول. عيب حقنا وحقك. هزيله اسوي لكم طريق ان شاء الله. بعد عمري والله. البيت تقهون وبتمشون؟ بنمشي. اي بس انا ما ابي. اذا وقت ضيق ولا شيء تشمي ترى نمشي. خلاص 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 خلاص، قلنا ما بضيق ما بضيق. عند تجنجعون فينا بعدين. لا احنا عند بيت البسمي ولا قلطنا. لا لا قصه انا انت. لا ان شاء الله. انا اقول ان الوقت غير مناسب مشينا يا خلاص. لا عندك شغل يعني؟ قلنا خلاص خلاص راح سوي طريق، راح سوي طريق، راح سوي طريق. شوف الطريق، شوف الطريق، شوف الطريق. يلا 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 يلا. نوري نوري نوري. انا هنا. جاك الهواء. حياكم حياكم. شفنا الله مشموم من زين. ايه ايه. لا الشجر طيب، الشجر طيب. ايه يلا يلا. حياك حياك اخي سمسم. حياك. هلا هلا. ما انت حياك 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 حياك. ما ان شاء الله الريحان ذي طيب. ذي الريحان سبحان الله، الطيب ما يزرع الا طيب. اي والله. حياك حياك ابو، حياك ابو محمد. حياك 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 ابو محمد. حياك حياك. يلا 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 جايين. يلا حياك حياك. تفضل تفضل يا ابو محمد، تفضل يا ابو محمد. يا هلا والله يا ابو محمد. يا هلا
يا هلا والله هلا والله هلا هلا حبيبي هلا والله حياك 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 يا سمسم حياك حياك هلا حبيبي شماغك شماغ على حبيبي 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 حياك حياك يا باسم الله يبارك بعمرك استريح ابو محمد استريح استريح يا اخوي باسمي ترى احنا جايين نشوفك ونتقهوى عندك يعني يعني بالله عليك يا الباسمي ما تكلف نفسك قهوة بس اي والله لا تكلم لا بس قهوة بس وشوكولاتة وشاي ومكسرات عصير الطازج لا ما كلف على نفسه بس هذا لنا حب شمسي شوف في موز بعد مكسرات زين لا تكلف على ترى اذا في كلاف نقوم نمشي خلاص ما نبي على الكلاف يعني البس خلاص والله ما مرتاح لك يا سامي لا لا انا اتوكل على الله نفس الكنب اللي شريته؟ نفسه بالضبط بس في اختلاف بتأكد عنه. كم خدت انت البسمي؟ كم خدت انت؟ 7000 7000 وانت كم خدته؟ 5666 انغلبت البسمي نزل نزل غلبوك ترى على فكره ايه بس نفسه 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 ايه نفسه 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 الله يبارك لك فيه البسمي الله يبارك لك فيه رجع كلام محله كمل عليه صبري لا والله كلام بس بشيك كم باقي لك وتسكن انت؟ انا ان شاء الله قريب كلها 3 سنوات ايه على حسابك حي اوكي حي استريح استريح الله يبارك لك البسمي الله يبارك لك البسمي الله يبارك لك الله يبارك لك رميك شيك على السيراميك ما يجي كم شيك على السيراميك ارفع بس ارفع الفرشه دي شفت السيراميك ما في هواء ما في فراغ ما في شيء طق 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 شوف اسلوب شوف شوف ذيك الجهة جهة الباب شوف جهة الباب منه شوف موزونة ولا مو موزونة لا الفرشة دي الفرشة ايه الفرشة دي فرشة ممتازة ممتازة الفرشة ايه ايه لا ترى البسمي ذويق ذويق ذوق استريح ابو محمد استريح استريح ما شاء الله عليك لا جيد جيد ما شاء الله عليك الله يبارك لك ترى اخوك سامي يعجبه لون الكنب والفرشه اي استريح فرشه حلوه يقول لك لا 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 ما عندنا شيء بس الفرشه حلوه لا ما شاء الله عليه الله يبارك لك ادم بس الله يكثر خيرك يا حبيبي الله يكثر خير هذا بارد انا ما اقدر عليه شو اجيب لي من كرتون بعد امري فرصكم شاي انت ها فرصكم شاي لا جايين نسلم على خوينا وحبيبنا ونسير عليك ونشوفك ونسأل عنك حبيبي انت بعد امري لا لا ما في الا الخير بعد امري الله يكثر خيرك بس منزل مبارك بيتكم ما جيت ولا بيتكم يا حبيبي يا بعد روحي رجل رجل عن الف نعم الكلمه ايه نعم اي نعم اي نعم الله يبارك له في حلاله الله يكثر خيره يلا يلا اذا سمعت صوتك قلت تحنحن بس تحنحن لا لا قل حلو هالعصفور شوف جاي جايك جايك لي على البنيون شلون البنيون ما في فضاضة لا ما شاء الله زين شغل مرتب شغل مرتب ها ما في هواء ولا شيء ابدا ابدا يعني تنصح فيه البيت بس حكوا بقوه وين البسمه؟ شلحم عليه؟ شلحم عليه؟ جات يا حرحشة جات حرحشة حرحشة احنا قاعدين نشتغل هنا وانت اللي حرحشة صارت خليه ولا كل شيء كل شيء كل شيء يقول رجال شغل كل شيء نظيف مرة خلينا نمسليه أهم أهم
دورة المياه منه صح الباسمي؟ دورة المياه منه. اقول لك تقول لي لا برا، اقول لك تقول لي برا، انا افكر برا ما توقعت. لا انت انت توقعت انها هنا قريبة صراحة. المهم رياضة تشوفك وتكفى ترى البيت والله ما في حلمان. ايه وده تبي اخلص عليه ترى ما في شدته والله ما عليه بس انت شايفني. لا انت الحين شيكت داخل البيت. الله يكثر خيرك يا حبيبي البسني الله يغنيك. كيف اقنع ادخل داخل؟ لا ابيك تشيك برا الحوش. قول يعني عسى ما تكلف على نفسك بس والله ذا. اي والله الساعه المباركه والله جبت الشوكولاته الساعه المباركه ما نبي كلافه اي لا ما نبي والله ما قصرت ترى دقائق قهوه وخضره ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا يا شباب تفضل حياكم حياكم. شنو تفضلوا انا اللي قلت ضيوفي ما بنت خلاص وانت وقعدوا بعد خلاص قلت اي كمان ناجس لا خلاص نقطع هناك ايوه الله يغنيك يا حبيبي يا البسمي وكثر خيرك. ما جينا والله الا بيت اخونا والله اخو عزيز وغالي والله وانا ابغى اكلف عليك كلش ابدا. هذا السفسيف اللي طلبت منه سامي حبيبي. هذا السفسيف سام تقوى 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 يا حبيبي. أنا قاعد تشوف الحوش وتشيك البيت من الخارج ما في تصدعات في في البلوك الأعمدة عدلة مضبوطة كل شيء أوكي. أيوة من الخارج إذا من الخارج أوكي أنا بإذن الله إني خالص على البيت. سأل عني نوري راقب الوضع أقدر أيوة عطنا خبر تاكل تس الدنيا أي عطنا خبر من النافذة ذي شاقول من النافذة شاقول تحنحن بس يلا لا تتحنحن تم لا تتحنحن شفني شفني البيت من برا سمسم سمسم قل يلا 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 داروا عنا يلا والله يعني ما في لا يعني رايك اتكل على الله يعني ايه مو بالملي ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شو تسوي هنا؟ ها؟ قاعد يا بريفي تعال خلنا نشوف ما مترني يقول مترني يقول انا شايفك الله يهديك ويرحم والديك بس ما مترني ولا شيء قلبي ابي اشوف شوف الله اروح يمنها شوف الله اروح يقول لي عن بيرجع لي دوريون وانا اروح.